اليوم بدنا نحضر سموذي للرياضيين مع رندا فهد بحلقه جديده من ايت سمارت. صباح الخير رندا. صباح النور. كيفك اليوم؟ كثير منيحه. سموذي هلا على الموضه. مزبوط. واذا حضرناهم بالبيت احسن واحسن. كثير مزبوط. ما نروح نشتريهم وناخذهم طازه. اكيد. ونشوف رح نشوف هلا كيف نحن رح نكون الانجريدينتس موجوده عندنا، رح نكون عم نحضرهم، رح تشوفوا موديلهم شو رح يكون حلو، رح تشوفوا طعمتهم شو رح تكون حلوه. وعلى كل حال انا بس بدي اقول انه رواد هو اللي عم يعمل رياضه وعامل ريجيم وبجنن، هو اللي طلب انه ليش ما بنعمل حلقه عن هيك، فاليوم انا قلت بدي لبيده طلبه. نسلم عليه. ونسلم عليه، وكل شخص بده حلقه سبيسيال اما نحكي عن شيء سبيسيال اكيد بيبعث لنا ونحن مستعدين انه نعمل هالشيء. اول سؤال. السموزيز قبل ما بلش هيك. نعم. بس تنعطي فكره للمشاهدين، فينا ناخذهم محل غداء او عشاء او ترويقه؟ اللي بدي احكي عنه هو نحن ليش بدنا ناخذهم؟ هل اخذينه نحن وعم نعمل رياضه؟ هل اخذينه نحن وبدنا ننصح؟ هل اخذينه نحن وبدنا نضعف؟ ساعتها بنشوف باي وقعه من الوقعات بدنا نعملها. وهالسؤال كثير حلو وانا كان من الاشياء اللي بدي احكي فيها. طيب مين ربح معنا بالمسابقه؟ الرابحه اليوم رابحة. هي رابحه كارول عيسى اللي هي كانت عم تجاوب على سؤال اي في مي اكثر، الفت اما الفجل؟ وطبعا الفجل فيه كان مي اكثر. فكارول فيها تتصل على مطابخ باري لايت حتى تاخذ جايزة من المأكولات. واليوم مع الأكيد بتكون تفوتوا على الفيسبوك بيج أجين حتى تكونوا عم تجاوبوا على السؤال الجديد. والسؤال الجديد بيقول أي في أكثر بوتاسيوم، هل هو عصير البردقان أو مي جوز الهند؟ ستيفاني ما بعرف. ما بتعرف. طيب لكن أنا بقول جوز الهند. جوز الهند. لكن في عنا جواب واحد هو المضبوط، وأكيد المشاهدين رح يبلشوا يجاوبوا على الفيسبوك بيجز ام تي في الايف أو دي سي دي سي رندا دنيا فهد أو باري لايت هيلث سنتر لتالت جي. كل يوم فيكم تجاوبوا لحتى تالت جي لنكون عم نعلن اسم رابح جديد. خبرتيك؟ خبرتي اليوم لها علاقة بالبكويت. فإذا البكويت هون هي نوع من القمح الروسي، والقمح الروسي هلا في خبز على بكويت. مظبوط. اللي نحن حكينا عنه قبل كيف هو ما في جلوتين، ولكن هيدا القمح كمان هو عالي بالبروتين، هيدا القمح كمان ما بيعلي سكر الدم من قد باقي أنواع القمح، وفي بوليفينولز أو موانع تأكسد. هلا بدراسة قسموا عالم لقسمين، قسم عطون 40-50% من النشا اللي بياخذوه من البكويت، والقسم الثاني كانوا عم ياخذوا نشا مثل كل هالعالم. عادي. وتبين بعد هالدراسة بآخرها بعد 6 أشهر إنه الأشخاص اللي هن أخذوا بكويت كان عندهم مستوى الكوليسترول أوطى، مستوى ال LDL الكوليسترول العاطل أوطى، كان عندهم ترايغليسيرايد كمان أوطى، وكان عندهم كمان نسبة أقوى لدفاعات الجسم أو يعني نسبة أقل من الالتهابات. فهون دراسات جديدة عم تبين أهمية أنواع من القمح أو أنواع من النشويات غير القمح العادي اللي نحن بناخده. حبيت احكي عنه لانه بحلقات ثانيه بدي احكي عن الابحاث اللي عم تصير عن سورغام كمان. فاذا هون عندنا انواع قمح جديده عم تفوت على الاسواق وعلى اسواقنا وعم نشوف انه لها حسنات كثير كبيره. وصاروا موجودين بالاسواق يعني 100%. وحلو حلو الواحد يشكل من وقت لوقت. مزبوط. انه اذا اكل كل يوم زيت نوع الخبز بيسهق. هلا البكويت عم ينعمل خبز، انا عم جيبه كمان اوقات بنحطه بنسلقه بنحطه بقلب السلد، اوقات عم ينعمل بديل الرز، اوقات عم ينعمل بديل البرغل، ففي واحد يغير شكل. ومثل ما قلنا صحيح البرغل له حسناته، الكينوا له حسناته، الرز له حسناته، ولكن اليوم هلا بهالخبريه مزبوط حكينا على البكويت. Very good. تنرجع للسموذيز. ستيفاني عم نحكي سموذيز للرياضيين، نحن بدنا دائما نعرف وقت نحكي رياضيين عندنا نوعين رياضيين، رياضيين اللي هن بيعملوا رياضه اللي هي بنسميها انديورنس، اللي هن مثلا بيركضوا بالماراثون اما الركض اليومي، اللي هن بيلعبوا باسكت بول، بيلعبوا فوتبول، هيدا اسمه انديورنس اكسرسايز، هيدا النوع من الرياضه بيتطلب كثير نشويات، فاذا نحن وقت نكون عم نعمل هالنوع من الرياضه تركيزنا بيكون شوي على النشا، ولكن سكرلون. مزبوط. ولكن كمان بالنهاية لازم الشخص يكون عم ياخد من النشويات البروتينات الدهنيات اللي هي هو بحاجة لها، ومن ضمنها رح يكون في الفيتامينز كمان لتكون عم تعطيه هاي القوة. النوع الثاني من الرياضيين هن الرياضيين اللي هن بنقول لهم عندهم تريننج اللي هو انديورنس تريننج، اللي هن بيحملوا اثقال، اللي هن عم يربوا العضل عندهم، هول الاشخاص عندهم انديورنس تريننج.
بالإنديورنس تريننج أكيد كمان اهتمام بالنشا والبروتين والدهنيات والفيتامينز والمعادن، ولكن تركيزهم بيكون على البروتينات. فنحن وقت نقول رياضي بدنا نعرف شو هو هالرياضي. طيب ليه هالسموذيز بس للرياضيين؟ ليه انه لهم هالسموذيز منه بس للرياضيين؟ هالسموذي هو لحال لحدا بده يعمل رياضه اكثر. هلا ليه الرياضه اكثر؟ ليش السموذي؟ هلا السموذي اكثر شيء انا بنصح فيها هي بوست ورك اوت، يعني دائما بعد بعد الورك اوت. يعني نحن دائما نحن عم نعمل رياضه بحاجه لناكل صبح ظهر عشيه، ولكن يمكن اوقات نحتاج لناكل قبل ما نروح بس نخلص بنحس حنا تعبانين او بدنا شيء. مزبوط. هلا ليش الرياضي؟ الرياضي وقتها لنقول عندنا الرياضي اللي هو بيركض، وقتها يكون خلص هيدا الركض عم يصير عنده انه الجلايكوجين، اما مستوى السكر اللي هو بقلب العضل بيكون استعماله الجسم كله. فاذا نحن بدنا نرد القوه للعضل بدنا نعطيها جلايكوجين، فهون بيكون عندنا شيء لازم الجسم يمتصه بسرعه يهضمه بسرعه. فمشان هيك بيكون عندنا اكزامبل السموذي. بهيدا السموذي اللي بده يمتصه الجسم لازم يكون فيه لكن للإنديورنس نشويات كرمال الجلايكوجين، ولكن كمان لازم يكون فيه بروتينات لأن البروتينات هي منيحة للنمو ونمو العضل كمان، عشان هيك بنشوف المجموع سوا. والدهنيات، الدهنيات الجيدة هي كمان رح تعطي طاقة على مدى طويل، فمشان هيك حتى بالسموذي عم نشوف مجموعين هول ثلاثتهم. كمان شغلة بدي أقولها ستيفانيتا، بالشخص هو عم يعمل ليفتينج أما عم يربي عضله، ليش هو بحاجة للسموذي؟ هو بعد الرياضة دايما بخلال بين 30 و 60 دقيقة لازم ياخد شيء يكون الجسم عم يمتصه بسرعة، لازم ياخد شيء عالي بالبروتين لأنه هون العضل عنده تعب، فهو حتى يكون عم نجدد هذا العضل. العضل بيعوز بروتين 100%، حتى نجدده حتى نعمل نمو العضل بدنا بروتين. ولكن كمان هو عم يعمل رياضة راح الجلايكوجين من عنده اللي هو مخزون السكر اللي هو موجود بقلب العضل، فكمان ما في امسك اعطيه بس بروتين او شقفه لحمه لحالها، بدي اعطيه بروتينات وبدي اعطيه معهم النشويات. بيرجع بنجي كمان بخانه انه النشا البروتين والدهن هو ضروري لإله. صح. رح احكي شوي عن السموذيز اللي محضرتهم لنشوف كيف بدنا نحضرهم بطريقه سهله وطريقه كثير هينه. اول سموذي ما في غير اربع مقادير، فاذا هذا السموذي هو سموذي اللي معمول من حليب الصويا، فاذا هون عندنا مثل ما تشوفوا نص كوب، هيدا نص كوب من حليب الصويا، رح يكون في موزة اللي هي موزة الصغيرة، رح يكون في ملعقتين من البينات بطر، ورح يكون في كمان ربع كوب من الشوفان. هلا من الاوت. هلا نحن حطينا الصويا حليب الصويا، طبعا في يكون حليب عادي، ولكن انا استعملت حليب الصويا بدي اقول انه حليب الصويا فيه بروتين كامل، وبنفس الوقت للاشخاص اللي هن عم يعانوا شوي من نفخات من مشاكل اللاكتوز فيهم يستعملوا حليب الصويا. بدنا نستعمل حليب اللوز او الكوكونات. طبعا طبعا مزبوط. هلا ليش انا ما استعملت هون حليب اللوز؟ لانه رح استعمل لوز بثاني ريسيبي، فاذا هون حتى اكون عم غير بعدنا عم نحكي على التغيير. هلا حكينا دائما على الشوفان، الشوفان بدنا نعرف انه هو مصدر للكربوهيدرات اما للنشويات، فاذا هون اعطانا نشا ولكن هو كمان فيه بروتينات كامله، مشان هيك هون مجموع البروتين مع النشا. استعملت بينات بطر لكون عم بعطي بروتينات هون اللي هي فيها دهنيات، اللي قلنا الدهنيات الجيدة اللي كمان نحن بحاجة لها. باقي النشا مع المعادن اللي نحن بحاجة لهم كرياضيين اجوا بالموزة، خلط حطيناهم كلهم بقلب البلندر، خلطناهم وهيدا اللي طلع عنا. اللي طلع عنا هو بكباية ونص، فإذا هاي اللي نحن شايفينها هون هي معدل كباية ونص. بدي شوي احكي ستيفاني عن شو في هيدا الاوت سموذي. كم كالوري؟ هيدا الاوت سموذي فيه 263 كالوري بالكبايه، فاذا هون كبايه ونص اكثر. هون كبايه ونص، فاذا 263. اول شيء عندنا هالوحدات الحراريه، ثاني شغله بدي اعرف انه تقريبا بيطلع فيه 11 جرام من البروتينات وتقريبا 3 جرامات ونص من الالياف، فاذا كميه الياف كثير عاليه، كميه بروتين عاليه، ولكن كمان بدنا نعرف انه بيحتوي على الوحدات الحراريه. مشان هيك هون سالتيني ما بحل محل المي.
ما اكيد اكيد ما بحل محل مي، خصوصا بعد الرياضه، خصوصا عند الانديورنس اثليتس اللي هن خصوصا عند مزبوط انديورنس اللي هن بيمشوا كثير اما بيركضوا كثير بدهم كثير من المي. فاذا هيدا حل محل وقعه كامله. في اشخاص بيقولوا لي لنرجع على موضوعنا انه انا ما بدي انصح، هيدا اذا اكلته رح احس حالي كمان بعدني بدي اكل. فاذا هون انا ما بتجه للسموذي، بتجه للبروتينات الفات والنشويات من الاكل، ولكن بيض سمك 100% 100%. ولكن بدي شيء طعمي، بدي غير طعمته، بدي اشربه بسرعه وهو يعطيني غذاء كامل، رح اخذ هيدا سموذي. اوكي، هلا قبل ما يروح وقتنا رح نحكي عن ثاني سموذي اللي هو كمان ماي فيفورت. هيدا سموذي معمول من اللبن، فاذا هون عندنا كوب واحد من اللبن، وحطينا معه الريد بيريز، حطينا نص كوب من الريد بيريز اللي هو انا تشكيله مزبوط، والريد بيريز موجودين بيكونوا فروزن، انا عندي هون فروزن فيري جود. فاذا هون حتى يعطوا البوليفينولز كمان حتى يعطوا الطاقه والطعم الطيبه 100%. حاطين ربع كوب من الكينوا، ولكن كينوا سلقني قبل حتى ما يقرقش، فاذا هنيك كان في شوفان، هون كان في كينوا اللي هو مصدر للنشويات ولكن كمان بروتينات كامله. كان في اللوز مثل ما قلنا، هون اللوز تقريبا بنحط 12 حبه لوز اللي هن قد نص حصه من اللوز مزبوط مقشرين حتى كمان سهل يكونوا عم ينطحنوا. وما بدي انسى بدي احكي كثير عن السيد، اليوم حطيت ملعقه كبيره من الشيا سيد، رح حكيت كمان عن أهمية الهمب سيد. اليوم حطيت شيا سيد لأنه شيا سيد فيها الكالسيوم، فيها الأوميغا 3 اللي هي عم تعطي مصدر كتير مهم للدهنيات الجيدة حتى نكون عم نحمي جسمنا، مصدر للكالسيوم والفوسفورس اللي هو كمان مهم للجسم. خلطناهم كلهم. بعد في شيء لا هن بعد في طبعا بعد في شيء كثير مهم ستيفاني ناس نسيناه، هو العسل. عسل اكيد العسل هون بالحقيقه العسل حتى يعطي طعمه الحلو اكيد، يعني كمان واحد هو عم ياكل، هاي ما طلع لنا وقت نقول بس بدي هيك فرجي السموذي، هو عم ياكل شيء للسموذي اما اللي بياكله بعد الرياضه بده ياكل شيء بحبه كمان. فاذا هذا السموذي اللي طلع لنا هون الكالوريات 229 أقل مزبوط، ولكن كمان في 11 جرام من الألياف، وفي 11 جرام من البروتين، وفي 4 جرامات ونص من الألياف. فإذا هودي تو سموذيز اللي نحن حضرناهم، دعانوا وقتنا لأنه في كتير كمان معلومات نحكيها، بس دايما نحن موجودين نخبر مشاهدين أشياء جديدة. نشوفك بكرة إن الله رعد. إن الله رعد مشاهدينا، وقفة وبتكونوا مع جيت فيت.